عزى مجلس النواب سبب توقف جلساته إلى تفشي فيروس كورونا، موضحا أن عدد الجلسات التي أقيمت منذ بدء الدورة التشريعية الحالية قد بلغ 99 جلسة. الدائرة الإعلامية للمجلس بيّنت أن توقف الجلسات مؤخرا جاء بسبب توصيات وقرارات خلية الأزمة والسلامة الوطنية، وأن المجلس بانتظار قرار هذه الجهة المعنية بجائحة كورونا من أجل عودة عمل البرلمان بشكل طبيعي ومستمر، مؤكدة أن عدد القوانين المصوت عليها بلغ 38 قانوناً، والتي تمت قراءتها قراءة أولى قد بلغت 103 قوانين، بينما بلغت القوانين التي تمت قراءتها قراءة ثانية 58 قانوناً.